صحابي جليل وثالث الخلفاء الراشدين وصهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من السابقين إلى الإسلام وامتزجت فيه روافد التقوى والأخلاق الحميدة وفعل الخيرات، ولقب بحياء الصحابة. أكرم ربنا سبحانه وتعالى وبشروا بالجنة على لسان النبي الكريم. أهلا بكم في ليلة جديدة مع الصحابي الجليل عثمان بن عفان ذو النورين. قبل شروق شمس الإسلام على شبه الجزيرة العربية وبعد عام الفيل بست سنين، اتولد سيدنا عثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف. ولادته كانت في مدينة الطائف، وقيل في أرض مكة. أبوه عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، واللي بتعرف قبيلته بأنها أهل شرف ومال وكرم، وكمان واحدة من أغنى قبائل قريش بسبب عملهم في التجارة. وفي يوم من الأيام توفى أبو سيدنا عثمان في رحلة التجارة إلى الشام، وساب من بعده مال وثروة كبيرة لأسرته. وعشان كده سيدنا عثمان رضي الله عنه عاش حياة كريمة، وورث مهنة أبوه في التجارة وبقى تاجر غني ومشهور بين أهل مكة. أم سيدنا عثمان بن عفان هي الصحابية الجليلة أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي بنت عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في عصر الجاهلية سيدنا عثمان بن عفان كان سيد قومه، وكلهم كانوا بيحبوه وبيقدروا مكانته. وبالرغم من أنه تربى على الطرف والمال، إلا أنه كان متواضع جداً، وكان معروف أنه أعلم أهل قريش بالأنساب، وكمان يعرف عنهم كل صفاتهم من الخير والشر. وبسبب الصفات اللي اتمتع بيها من الحكمة ورزانة العقل وبلاغة القول، كانوا دايماً بيلجأوا له في حل مشاكلهم وبيثقوا في حكمه وأرائه. ومن أفضل الخصال اللي تميز بيها قبل الإسلام أنه عمره ما سجد لصنم طول حياته، وحرم على نفسه شرب الخمر قبل تحريم الإسلام. طب يا ترى إيه هي قصة إسلام سيدنا عثمان بن عفان وصحبته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عثمان بن عفان لما بقى عمره 34 سنة دخل الإسلام على إيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأسلم بعد ما قال له: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فسيدنا عثمان رد وقال له: بلى والله إنها كذلك. وسيدنا أبي بكر الصديق رد عليه وقال له: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم. وفي وقت كلامهم مع بعض مر عليهم رسول الله وقال: يا عثمان، أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. ورد سيدنا عثمان وقال: فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبد الله ورسوله. وبكده بيكون عثمان بن عفان رابع من أسلم من الصحابة الكرام. بعدما سيدنا عثمان بن عفان أعلن إسلامه أمام أهل قريش، محدش منهم قدر يأذيه جسدياً، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى القوة والمال والتمكين قبل الدخول في الإسلام، فكانوا بيأذوه بالكلام في بعض الأوقات. لكن عمه الحكم ابن أبي العاص بن أمية جمع مجموعة من العبيد ومسكوا سيدنا عثمان وربطوه بالسلاسل وصرخ في وجهه وقال له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فرد عليه سيدنا عثمان وقال له: والله لا أدعه أبداً. ولما عمه شاف إصراره وصلبته وتمسكه بالإسلام سابه وما قدرش يعذبه مرة تانية. الصحابي الجليل عثمان بن عفان لقب بذي النورين لأنه تزوج من اثنين من بنات رسول الله، السيدة رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. لما اشتد أذى المشركين على المسلمين والمسلمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكاً صالحاً لا يظلم عنده أحد. وفعلاً استجاب المسلمين لكلام رسول الله وهاجروا من مكة، وكان بينهم سيدنا عثمان بن عفان اللي هاجر برفقته زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. استمر فرار المسلمين وهجرتهم لحد ما وصل عددهم ل 33 مهاجر. لكن بعد فترة من الهجرة انتشرت إشاعة إسلام قريش ووصلت للحبشة، وفرح المهاجرين إنهم حيرجعوا لأرض مكة. لكنهم لما رجعوا اكتشفوا إنها كانت مجرد إشاعة، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قرر إنه حيفضل في أرض مكة مع النبي الكريم. وفعلا فضل ملازم ليه لحد ما هاجروا للمدينة المنورة، وهناك بدأ سيدنا عثمان حياة جديدة وكمل حياته في التجارة. في السنة 9 للهجرة حصلت غزوة تبوك، وفي الوقت ده جيش المسلمين كان محتاج للدعم والتمويل، وسيدنا عثمان بن عفان كان معروف بسخائه وإنفاقه في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع أصحابه على الإنفاق وتجهيز الجيش، فقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فتسابق الصحابة للتجهيز، فأنفق أبو بكر الصديق 4000 درهم، وأنفق عمر بن الخطاب نصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف نصف ماله، وجهز عثمان بن عفان 300 من البعير
وجاب 1000 دينار ووضعها في حجر رسول الله. فالنبي فرح من تصرفاته وقال له: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فكان إنفاقه أعظم إنفاق في حياته، وساهم بشكل كبير في تجهيز جيش العسرة. وقت ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حس أنه حيموت قريب بعد ما تعرض للطعن، رشح 6 من الصحابة للخلافة من بعده، وهم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. رغم شعوره أنه أنسب 2 مؤهلين للخلافة هما سيدنا عثمان وعلي بن أبي طالب، إلا أنه ترك الأمر لاختيار المسلمين. لكن الصحابة الكرام خافوا من اختلاف المسلمين وانشقاق الأمة، فاقترح بعضهم على عمر بن الخطاب أنه يورث الخلافة لابنه عبد الله، لكنه رفض بشدة، وكان حريص على إبعادها عن أهله وقريبه. وحدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 أيام وأمرهم بالتشاور بينهم وبين بعضهم علشان يتفقوا ويختاروا واحد منهم. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف قرر أنه يدير الاجتماع لتجنب حدوث خلافات، فبدأ بالكلام واقترح بأنه يكون الأمر لـ3 منهم. فوقع الاختيار على علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهنا اقترح عبد الرحمن بن عوف أنه يعزل نفسه ويكون الاختيار ليه وياخد تفويض من الباقيين باختيار الخليفة. في اليوم الثالث من المهلة اللي حددها عمر بن الخطاب، ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى صلاة الفجر وصعد على منبر رسول الله وطلب من سيدنا علي بن أبي طالب أنه يجي جنبه، وسأله بأنه يبيعه بالخلافة. ولما وافق سيدنا علي على البيعة، رد عليه عبد الرحمن بن عوف وقال له أنه جايز ما يقدرش يلتزم بأنه يمشي على نهج أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فطلب من سيدنا عثمان بن عفان أنه يجي جنبه هو كمان، فعرض عليه أنه يبيعه بالخلافة. فسيدنا عثمان وافق وحطوا إيديهم في إيدين بعض، وعبد الرحمن بن عوف قال: اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. وبكده بيكون سيدنا عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، وكان عمره وقتها 68 سنة. طب يا ترى إيه الدور الكبير اللي قام بيه سيدنا عثمان بن عفان في الخلافة واتحفر في صفحات التاريخ الإسلامي؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد ما تولى الخلافة مباشرة بدأ نوع من أنواع إعادة الهيكلة للدولة الإسلامية، ووضع ليها أساس متين وراسخ، فثبت نظام مجلس الشورى واللي كان مكون من مجموعة من الصحابة الكرام اللي بيساعدوه في إدارة الدولة. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول خليفة بنى محكمة وأسس نظام قضاء، ومن أشهر القضاة اللي كانوا في عهده زيد بن ثابت على المدينة المنورة وأبو الدرداء على دمشق، ده غير قيامه بضم بعض الولايات لبعضها بعد ما شاف إنها هتكون في مصلحة المسلمين، فضم ولايات الشام لبعضها وضم البحرين للبصرة. أما بقى عن دور الخالد في النهوض باقتصاد الدولة الإسلامية واللي صنعت من عهده عهد رخاء على المسلمين، كان بفضل سياسته المالية اللي حققها من خلال إنه أخذ وأعطى المسلمين اللي ليهم واللي عليهم من بيت المال، وقدر يختار عمال الخراج من المختلقين بالأمانة والوفاء، وأخذ من أهل الذمة لبيت مال المسلمين بالحق وأعطاهم اللي ليهم بالحق وما ظلمش حد فيهم. ومن الأعمال العظيمة اللي قام بيها سيدنا عثمان بن عفان وفضل أثرها موجود بين المسلمين لحد دلوقتي، إنه جمع المسلمين على لهجة قريش، وتم كتابة 6 نسخ من القرآن الكريم، وتم توزيع نسخة لكل ولاية، فكانت النسخ في العراق ومصر وبلاد فارس وأفريقيا والشام، وفي نسخة فضلت موجودة مع سيدنا عثمان بن عفان، وأصدر أمر بحرق جميع النسخ التانية اللي مع الناس علشان يتأكد إن مفيش أي نسخ خاطئة من القرآن الكريم. طموح وأهداف سيدنا عثمان كان ملهاش حدود، وبفضل إصراره على نشر الدين الحنيف واتساع الدولة الإسلامية، قام في عهد خلافته بفتح مصر والإسكندرية وأرمينيا وقبرص وتونس إلى جانب خراسان والقوقاز وسجستان. وفي عهده تم إنشاء وتجهيز أول أسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. رغم كل الإنجازات غير المسبوقة اللي حققها سيدنا عثمان للدولة الإسلامية، إلا إن في جماعة من أهل الفتنة ادعت تصرفات باطلة على سيدنا عثمان، وبدأوا يهاجموا ولاته من الأمصار، وكبرت الفتنة على إيد عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف باسم ابن السوداء. وفي موسم الحج اجتمع أهل الفتنة في المدينة بشكل منظم ومتفق عليه، وحصروا دار الخليفة وضيقوا عليه، وبدأوا يواجهوا سيدنا عثمان ويتهموه اتهامات باطلة. ولما رد عليهم كل اتهاماتهم رفضوا يسمعوا ليه، وبقوا مصرين على موقفهم وخيروه بين عزل نفسه أو قتله. لكن سيدنا عثمان رفض أن يسيب الخلافة، وبدأ يخطب فيهم عن حرمة نية قتله وعقاب القتل عند الله، لكنهم استمروا في الفجر والطغيان، وفضلوا محصرين بيت سيدنا عثمان بن عفان أكتر من حوالي 40 يوم، وبدأوا يمنعوا عنه المية أو حتى يروح المسجد علشان يصلي. في مقتل واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان في روايات متعددة غير مؤكدة، لكن أشهر رواية بتقول إن سيدنا عثمان فتح الباب ووضع المصحف بين إيديه، فدخل عليه رجل فقال: بيني وبينك كتاب الله،
فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله. فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها، فقال: أما والله إنها لأول كف خطط المفصل. ودخل عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه قبل أن يضرب بالسيف. استشهد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة بعد 12 سنة من الخلافة، وتم دفنه في البقيع بالمدينة المنورة، وكان عمره وقتها 82 سنة. الصحابي الجليل عثمان بن عفان كان من أكتر الصحابة اللي وثق فيهم رسول الله، وكان دايماً بيكرمه ويثني عليه بالكلمات بسبب حيائه وأخلاقه وحسن عشرته، ده غير كل الأموال اللي أنفقها لنصرة المسلمين. وكان جزاؤه أن النبي محمد بشره بالجنة زي سيدنا أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعاً. وبكده النهاردة نكون خلصنا قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملنا لايك وتسيبولنا أراءكم في الكومنتات. يلا سلام.